بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، ما هي المعايير التي يجب عليك اتخاذها عند اتخاذ قراراتك في هذه الحياة؟ الدراسات العلمية في مجال علم النفس أثبتت أن أي خلل في حياة الإنسان أو أي خسارة أو أي مشكلة يتعرض لها يسبقها قرار خاطئ أو مجموعة من القرارات الخاطئة تؤدي إلى هذه النتيجة، وهذه حقيقة علمية أيها الأحبة. يعني مثلا إنسان تاجر عندما يخسر في مشروع معين ويتم دراسة أسباب هذه الخسارة، نجد أن القرارات التي اتخذها جزء منها خاطئ، لم يوفق باتخاذ القرار السليم. لذلك هناك دراسات جدوى وهناك دراسات ما بعد الفشل لتقييم هذه الخسائر. طائرة مثلا سقطت نتيجة خلل معين، هناك مشكلة موجودة في هذه الطائرة لم ينتبه لها القائمون عليها الفنيون، اتخذ قرار خاطئ بتشغيل هذه الطائرة وفيها هذه المشكلة فأدت إلى انهيارها. زوجة تسبب لك المشاكل، لديها أطماع كثيرة، ليس هناك أي تقدير لك، كل يوم هناك مشكلة في حياتك. ارجع للوراء تجد أنك عندما اتخذت قرار الزواج هذا كان هناك أخطاء. المفروض أن تدرس هذه الحالة جيدا، وبخاصة أن الزواج قرار مصيري كما تعلمون، لتكتشف أن هناك خلل معين. وغالبا ما يكتشف الإنسان هذا الخلل بنفسه، ولكن بعد وقوع الكارثة للأسف يعني. طيب اليوم ما هي المعايير أو ما هو العمل الذي يجب أن أقوم به لتكون قراراتي كلها صحيحة وتؤدي لنتائج صحيحة؟ سؤال صعب جدا، وحتى في علم النفس وعلم اتخاذ القرار لم يجد له إجابة كاملة، هناك محاولات فقط. ولكن نحن في القرآن أيها الأحبة لدينا الإجابة، ولدينا إجابات وأنا أطبقها حقيقة. وأحيانا يكون القرار ظاهريا خاطئ، ولكن بعد سنوات تكتشف النتيجة الصحيحة وتكتشف أن هذا القرار صحيح. لماذا؟ لأنك اتخذت هذا القرار بعد التوكل على الله. إذن أول عمل يجب أن تقوم به قبل اتخاذ القرار التوكل على الله. من أين جئنا بهذا الكلام؟ من القرآن. الله تعالى يقول مخاطبا حبيبه صلى الله عليه وسلم، وطبعا الخطاب للحبيب يمتد لكل مؤمن من بعده، فإذا عزمت أيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيها المؤمن، يا من اتبعت هذا النبي واتخذته أسوة حسنة لك ورضيت به نبيا ورسولا وقدوة لك، فإذا عزمت أيها المؤمن فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. طيب هنا التوكل على الله شيء عظيم جدا، معظمنا في هذا العصر فقد ثقافة التوكل على الله. تجد أن معظم الناس يلهثون وراء الأسباب المادية، الأسباب الدنيوية، فتجدهم يغرقون في مستنقع من المخاوف والذل والهموم والنقص والحاجة والعوز، لأنهم لم يتوكلوا على الله حق التوكل. انظر معي أخي الحبيب إلى الطيور، ما هي الأسباب التي يتخذها هذا الطائر؟ بالله عليك الطائر ما هي الأسباب التي يتخذها؟ هو يسعى فقط، هو يطير ويسعى، فيسخر
الله له الطعام، كيف لا نعلم؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام شبه المؤمن الذي يتوكل على الله وكأنه طائر يرزقه الله من غير أي حسابات، فقط أن يسعى السعي. إذن التوكل على الله هو أهم شيء في حياتنا، وللأسف معظمنا فقد التوكل. لماذا؟ قليل من يذكرنا بالتوكل على الله. يعني انظروا إلى الإعلام العالمي اليوم، يركز على المعارك والحروب والفيروس كورونا وفيروس كذا وكذا والسياسة والنقص والاقتصاد، وكلها أشياء حقيقة أنت عندما تموت لن تفيدك بشيء، لن تأخذ معك إلى القبر إلا عملك، العمل فقط، كل هذا الكلام سيذهب. وبالتالي عقولنا برمجت على هذا الإعلام، لم نعد نحسب حسابا للملك سبحانه وتعالى وهو المتصرف بكل شيء. يعني اليوم نقول هناك معركة في مكان معين، والزعيم الفلاني أو الحاكم الفلاني يتخذ قرارات ويفعل وكذا وكذا وكذا، والزعيم الفلاني يقول، وكلهم بشر. طيب، وننسى أن الذي يحرك هؤلاء جميعا ويحرك الكون ويحركني أنا هو الله عز وجل، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه سبحانه وتعالى. لذلك أنا عندما أتوكل على الملك يذلل لك الكون، يسخر لخدمتك كل شيء، صدقني لا يعجزه شيء، لا يعجزه أي شيء سبحانه وتعالى. أنت تتعامل مع إله قوي متصرف، حي قيوم. ما معنى قيوم؟ أي قائم على شؤون العباد والبلاد والأرض والطبيعة والكون، كل ذرة بيده. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، من، انظر هنا، من يعني جزء من ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذا الإله يعلم الغيب، أنا لا أعلم الغيب. لاحظت أخي الحبيب قوة التوكل على الله، أنت تتوكل على ملك يعلم الغيب ويعلم ما يصلحك. ربكم أعلم بما في نفوسكم، ويعلم أين الخير لك، لأنه يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أنا أكره الشيء فأبتعد عنه، ولكن فيه الخير. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. أنا أحب أن أسافر إلى هذا البلد، أن أدخل في هذا المشروع، أن أتزوج هذه الفتاة الجميلة، أحب. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، ولكن فيه شر أنا لا أراه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن هنا أنت تتوكل على إله علام الغيوب سبحانه وتعالى، عالم الغيب، هو يعلم المستقبل. فأنا أذهب إلى نفسي أو أسأل فلان وفلان وفلان وأترك عالم الغيب سبحانه وتعالى؟ لا، أنا أضع قراري هذا واختياري أضعه بين يدي الله من خلال الاستخارة، وهو رقم 2، الخطوة رقم 2. إذن نحن لدينا خطوات أخي الحبيب لاتخاذ القرار السليم الصحيح في حياتك لتتجنب كل المشاكل. التوكل على الله رقم 1، والاستخارة رقم 2. رقم 3، هناك آية مهمة جدا وضرورية، ضرورية أن تحفظها، وهي قوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عاد بك للتوكل، لقضية التوكل. إذن أنا أحيانا أتوكل على الله وأستخير الله وأتخذ قرار،
وأجد أن هذا الأمر ميسر. بعد فترة أصابني أذى جراء اتخاذي لهذا القرار، أصابني ضر، أصابني خسارة معينة، حدثت مشاكل في بيتي نتيجة اختيار أنا أظنه خاطئا. ولكن هنا لكي لا يتلاعب الشيطان بك يجب أن يكون مع التوكل الثقة بالله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذا إذن رقم ثلاثة، الثقة بالله، يجب أن تثق بالله عز وجل، لأن كثير من القرارات التي تظنها خاطئة هي في الحقيقة تؤدي بعد سنوات إلى نتيجة صحيحة. ولولا هذا القرار الخاطئ ظاهريا لا يمكن أن تصل إلى تلك النتيجة. يعني مثلا أعطيكم مثال، سيدنا يوسف عليه السلام أبوه يعقوب عليه السلام احتضنه وبذل كل الحسابات الممكنة لحمايته، على الرغم من ذلك إخوته كادوا له وأقنعوا أباهم أن يأخذوه وألقوه في غيابة الجب، ثم قالوا لأبيهم أكله الذئب. إذن هذا قرار خاطئ من يعني ظاهريا هو قرار خاطئ من الأب، لو أراد أن يندم ويقول أنا أخطأت كان ينبغي ألا أرسله معكم. سيدنا يعقوب لم يقل ذلك، سلم الأمر لله، قال فصبر جميل. من أين جاء هذا الصبر؟ من الثقة بالله، لأنه يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. وهذه قضية مهمة جدا في صلب العقيدة أيها الأحبة، أن تعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك. إذا أصاب بلد طاعون مثل كورونا أو غيره، من جلس في مكانه أو في بلده أو في بيته صابرا محتسبا يعلم أو يستيقن أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له ومات شهيدا. وهذا أكده لنا النبي عليه الصلاة والسلام في عدد من الأحاديث الصحيحة، بشرط أن تصبر وتحتسب وتعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك. هذه القضية أيها الأحبة نحن اليوم أيضا فقدناها، تجد أن الإنسان مكبل بالهموم، مكبل كل يوم، تجد في آخر النهار دماغه يكاد ينفجر من كثرة الهموم. من أين تأتي الهموم؟ من الندم، لماذا فعلت كذا؟ لو أنني لم أعطي فلان هذا المبلغ الذي أكله، أو خدعني فلان وأخذ كذا، ولو أنني لم أفعل كذا لكان كذا إلى آخره. لا، كل هذا يراكم عدد كبير من الهموم. النبي عليه الصلاة والسلام كان المنافقون يحاولون خداع النبي، وهم يخدعون أنفسهم حقيقة، ولكن الله سبحانه وتعالى ماذا قال له؟ قال سبحانه وتعالى وإن يريدوا أن يخدعوك ماذا؟ لم يقل له خذ احتياطاتك وكذا وافعل كذا واتخذ قرار كذا، لا، فإن حسبك الله. ما معنى ذا؟ توكل على الله وثق بالله وكن مع الله، انتهى. الله هو الذي يسخر الأسباب. يعني أنا أعطيكم مثال من تجربتي أنا في الحياة، قبل تقريبا يعني 30 عاما أو أقل دعوت الله، قلت يا رب اختر لي عملا أو طريقا تحبه وترضاه. يعني أنا عندما بدأت بهذا العمل، موضوع الإعجاز والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حقيقة نتيجة قرار توكلت فيه على الله
واستخرت فيه الله وعلمت أنه لن يصيبني إلا ما كتب الله لي، وأن كل ما أقدمه هو بفضل من الله ومن الله وليس لي أنا أي شيء. يعني أنا لا أنسب لنفسي أي شيء، كله بفضل من الله وكله بإرادة الله وكله بتقدير الله سبحانه وتعالى. طب عندما توكلت على الله، وأرجو أن يكون حق التوكل في هذه القضية، حقيقة وجهني لعلم رائع جدا هو الإعجاز، إعجاز القرآن العظيم. والله أيها الأحبة، متعة عندما تعيش مع القرآن، تنسى هموم العصر، تنسى الخوف والمخاوف، تنسى المشاكل، تنسى الأحداث من حولك، تنسى كل شيء، أنت تعيش مع كلام الله سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأكرمني أولا أنه رزقني اطمئنان القلب، وأكرمني أنه نفع بي بعض الناس، وأسأل الله أن يكون يعني هذا العمل فيه إخلاص إن شاء الله. طيب أنت أخي الحبيب، اتخذ الآن قرار وقل يا رب اختر لي العمل الذي تحبه أنت، اختر لي الطريق الذي يرضيك عني، اختر لي البلد التي ترضيك لأهاجر إليها، اختر لي الوظيفة التي تحبها لكي أعمل بها، اختر لي الزوجة التي ترضيك أنت وترضى عني لكي تيسر لي هذا الزواج، اختر لي الولد الصالح الذي تحبه وترضاه ويسره لي. اجعل كل حياتك هي توجه لله عز وجل، لأنك تعبد أخي الحبيب، على عكس بقية الديانات. بقية الديانات للأسف صورة الإله مشوه، يعني إله يموت، إله يصلب، إله يشتم، إله يذل، إله ضعيف. لا، من فضل الله عز وجل أننا نعبد إلها قويا وهو القوي العزيز، إله يعلم الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، يعلم السر وأخفى. هذا الإله العظيم عزيز حكيم، لا يتصرف إلا بحكمة وبعزة. هذا الإله الذي أعبده وأتوكل عليه وأثق به إله يحبني ويحب لي الخير ويدعوني، يدعوكم ليغفر لكم، يدعوني ليغفر لي، أعد لي جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا هو الإله الذي أعبده أيها الأحبة. إله ينجيني وكذلك ننجي المؤمنين، إله معي، لا يتركني أبدا ولا يتخلى عني، وهو معكم أينما كنتم، لا تحزن إن الله معنا. إله يستجيب دعائي، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، مش احتمال، القضية ليست احتمالات، لا، ادعوني أستجب لكم، معادلة رياضية، 1+1=2، ادعوني أستجب لكم. إله سبحانه وتعالى لا يرضى الظلم، لا يرضى عن الفاحشة، إله ستير يسترني، إله كريم، رزاق، غفار، وإني لغفار. هذا الإله العظيم أخي الحبيب هو الذي نعبده والحمد لله، وهي نعمة عظيمة. لذلك أنا عندما أريد أن أتخذ قرارا وأتوكل على الله، أدرس طبعا العمل الذي سأقوم به، أتوكل على الله، ثم أدعو دعاء الاستخارة. ما هو دعاء الاستخارة؟ هو نوع من التوكل على الله أيضا. اللهم إني أستخيرك بعلمك، طبعا بعد أن تصلي ركعتين، ومن السنة أن تقرأ في الأولى قل
بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد، ثم تتوجه إلى الملك سبحانه وتعالى وتقول اللهم إني اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، وتسمي حاجتك هذا الزواج من فلانة، إن كنت تعلم أن أمر شرائي لهذا المنزل، أمر شرائي لهذه السيارة، أمر سفري إلى هذه البلد، أمر عملي في هذا المكان، تسمي حاجتك. إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فيسره لي وبارك لي فيه. بالمقابل تقول وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، وتسمي حاجتك، شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفه عني، إن كان شرا فاصرفه عني واصرفني عنه، اصرفه عني واصرفني عنه. تجد العراقيل توضع أمامك، فتاة جميلة وغنية وكل الإغراءات والأشياء الجميلة التي تجعل أي شاب يحلم بفتاتك، ولكن فيها شر. تجد هناك عراقيل، اصرفني عنه واصرفه عني واصرفني عنه، ثم اقدر لي الخير حيث كان وردني به، ثم اقدر لي الخير حيث كان وردني به، اجعلني أرضى. فهنا عندما تقوم بهذه الخطوات الثلاثة، وهي كافية أنا بنظري أيها الأحبة، التوكل، الاستخارة، الثقة بالله، لأن الثقة ضرورية، لأن بعض القرارات أحبتي في الله يعني بعض القرارات تكون لها نتائج سيئة في البداية، مثل قصة سيدنا يعقوب اتخذ قرارا أن يرسل ابنه يوسف عليه السلام مع إخوته وفقد هذا الولد. ظاهريا هذا قرار خاطئ، ولكن حقيقة هل هو قرار خاطئ؟ لا، لأن هذا القرار هو الذي سيوصله إلى عرش الملك. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إذن أخي الحبيب، ما الذي جعل سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب مطمئنين خاشعين لله راضيين بقضاء الله؟ فصبر جميل. سيدنا يعقوب ماذا كان يقول؟ فصبر جميل في المرة الأولى، والله المستعان على ما تصفون. في المرة الثانية عندما فقد ابنه الثاني قال فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. ثقة، ثقة بالله، الثقة ضرورية أيها الأحبة. أنت تتعامل مع مالك الكون، وبعد أن فقدوا الأمل تماما وأصابهم اليأس ماذا قال لهم؟ يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. ولا تيأسوا من روح الله، يعني من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اعتبر أن اليأس كفر، يساوي الكفر، لأنك إذا يأست من الله معنى ذلك أنت لم تعترف أن الله يسمعك ويستجيب، لم تعترف أن الله يختار لك الخير، لم تعترف أن الله قوي عزيز، لم تعترف أن الله معك. إذن هذا كفر بالله، أنكرت صفات الله، وصلت إلى مرحلة الكفر. لذلك الثقة بالله وعدم اليأس ضروري جدا لاتخاذ القرار الصحيح، لأنك تحتاج إلى تثبيت ما دمت توكلت على الله واستخرت الله ووقفت أمام الملك عز وجل وقلت يا رب اختر لي العمل الذي تحبه وترضى.
إذن مع هذه الخطوات الثلاثة يجب أن يكون الدعاء دائما الدعاء. تتوكل على الله، كيف أتوكل على الله؟ توكل يعني ليس مجرد إنسان يقول لك أنا أتوكل على الله ثم ييأس ويحزن ويخاف، لا، أنا أتوكل على الله أنني أدعو الله وأثق أن الله سيستجيب لي. أقول يا رب أنا مقدم على خطوة مهمة في حياتي، سفر، زواج، شراء متاع من متاع الدنيا، أي شيء، عملية جراحية، أي شيء. يا رب اختر لي ما يرضيك عني، أنا أريدك أن تصل إلى هذه النقطة أخي الحبيب، أن تتصور أن الله قريب جدا منك ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعلم ما في نفسي ويعلم كل شيء، وهذا الإله يريد لي الخير ويريدني أن أتخذ قرارا سليما، لا يريد أن يضلني، لا، لأنني أتوكل عليه. ويضل الله الظالمين، الإضلال للظالم المجرم الذي ينكر وجود الله ويكره الملك سبحانه وتعالى، هذا يضله الله. أما المؤمن الله يريد له الخير ويريد له الهداية، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن عندما تتوجه إلى الله بصدق وتتصور أن الملك قريب جدا منك ويسمعك ويحبك ويريد لك الخير، ولكن الله يريد أن يبتليك، يختبر قوة إيمانك فقط، ولا يريد أن يضلك أو يعذبك أو يتعبك، لا، هو يريد أن يرى منك صدق هذا الدعاء. هل أنت صادق أم أنك تتكلم هكذا فقط ولكن في قلبك لا يوجد ثقة بالله، وفي قلبك أنت إنسان يائس، تشك بالله، تشك بقدرة الله؟ لا، الله يريد أن يخضعك لبعض الاختبارات، فتجد أن بعض القرارات في البداية تظنها خاطئة، مثل قرار سيدنا يعقوب عندما أرسل ابنه يوسف مع إخوته. سيدنا يعقوب طبعا لم يسئ الظن بالله، نحن نقول نحن ظاهريا هناك خطأ، ولكن عندما تتعمق تجد أن هذا القرار ضروري ليصل سيدنا يوسف إلى عرش الملك، إذن هو قرار صحيح، ولكن نحن لا نرى هذا الصواب إلا بعد فترة. الله يراه، الله يرى كل شيء سبحانه وتعالى. لذلك أخي الحبيب توكل على الله، استخر الله في أي عمل. الصحابة الكرام كانوا يقولون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في شؤوننا كلها. فإذا أردت أن تعمل أي شيء أخي الحبيب استخر الله، مهما كان بسيطا، مهما، حتى النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل إلى السوق، هذا عمل يومي، كان يستخير الله. إذا دخل إلى السوق كان يسأل الله خيرها وخير ما خلقت لها هذه السوق، ويستعيذ بالله من شرها وشر ما خلقت لها، لأنك وأنت في السوق قد تظلم، قد تأكل الربا، قد تغش، كثير من الأشياء الخاطئة قد تحدث. لذلك عندما تدخل إلى السوق استعذ بالله من شرها وشر ما خلقت لها. عندما تبدأ يومك استخر الله، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما خلق له، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما خلق له. إذن الاستخارة في شؤوننا كلها، فعل هذه الثقافة، ثقافة التوكل والاستخارة والثقة بالله، وسوف تتغير حياتك بالكامل نحو الأفضل إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.